سيد الحوصل ديما باش نتمكنوا منها. اذا المرحله الاولى للكتابه وهي الكتابه منذ الازل في اللوح المحفوظ. الكتابه المرحله الثانيه والمرتبه الثانيه هي الكتابه لما خلق الله ادم واستخرج كل ذريته من صلب ادم. الكتابه الثالثه وهي الكتابه العبوريه لما يكون الانسان نطفه في رحم امه ففي اليوم 120 من عمره يرسل الملك ويكتب يعني هذه الكتابه العبوريه مره في العمر تكتبها كي مره واحده. ثم بعد المرتبه الرابعه هي الكتابه السنويه التي تقع كل سنه في ليله القدر. المرتبه الخامسه من مراتب الكتابه الخامسه وهي كتابه التقدير اليومي. برنامج اليومي. شوف سبحان الله، كتابه منذ الازل، كتابه لما خلق ادم، كتابه عبوريه لما كنت نطفه، كتابه سنويه لكل الخلايا، وكتابه يوميه لما سيقع لكل مخلوق ولكل كائن مهما كان. هذه كتابة التقدير اليومي تسمى، وفيها تساق المقادير إلى مواقيتها وأسبابها ونتائجها وكيفيتها. في اليوم هذا سيولد المولود الفلاني في الوقت الفلاني في الدقيقة الفلانية في الثانية الفلانية في المكان الفلاني بالولادة بالطريقة الفلانية بالكيفية الفلانية على يد فلان أو فلانة. في هذا اليوم سيموت فلان في المكان الفلاني بالكيفية الفلانية في الوضعية الفلانية في الدقيقة في الثانية الفلانية. لا بد. نعم. وهنا تحضرني قصة وردت في الآثار. سيدنا سليمان قاعد، سيدنا سليمان اللي ربي سخر له كل شيء، سخر له الجن والملائكة والريح وهو الدنيا كلها. فملك الموت أمر وكلف بقبض عبد من عباد الله في مكان ما. فنزل هذا الملك لينفذ امر الله في هذا العبد، فوجده يجلس مع سيدنا سليمان، ولكن المكان الذي يجب ان يقبض في روحه بعيد الاف الكيلومترات، كما يقول سيدنا سليمان في مهابط الوحي في الشرق هنا في فلسطين، والعبد هنا يجب ان تقبض روحه في الصين. في الهند، في الهند في الهند مش في الهند في الصين في الاماكن هذه في الشرق. والعبد الاخر يتقبض روحه في الصين. فاستغرب الملك، وكان الملك الموت لما ياتي يراه من ستقبض روحه. فهذا الرجل الذي ستقبض روحه لما راى ملك الموت وهو جالس مع سيدنا سليمان انزعج، فطلب من سيدنا سليمان هذا الرجل ان يطلب سليمان عليه السلام من الريح أن تنقله إلى أقصى مكان الأرض كما يقولوا في الصين. فنفذ له سيدنا سليمان الأمر، فطلب من الريح فنقلت هذا العبد إلى أبعد مكان. لما نزلت به الريح في ذلك المكان وجد ملك الموت أمامه يتبسم، فقال له فيما تتبسم؟ قال لقد أمرني الله سبحانه وتعالى بأن أقبض روحك في هذا المكان، فنزلت وجدتك في هذا المكان البعيد فعجبت من امر الله. انظر انت تطلب من سليمان ان تنقلك الريح الى هذا المكان لتقبض روحه. واحنا ساعات انسان يكون قاعد قال لك والله ما عندوش غايه باش يخرج ولا قال باش يخرج، كان قاعد واخرج يا ولدي يهديكم قبل ما تخرج، لا لازم نخرج توا يا ولدي يهديك ما تمشيش توا يا ولدي، القريه ما احناش حاجه ليها يا ولدي، خلي الغد نقضيها، لا الليله نقضيها يا ولدي يهديك. يخرج تصديق سيارة أو قطار أو دراجة وكذا، يقول سبحان الله فلان عمره ما يخرجش في الليل بكل، خرج لأنه يلزم يخرج باش ينفذ أمر الله وقضاء الله في ذلك المكان. إذا
إذن هي الكتابة اليومية فيها تساق المقادير إلى مواقيتها، يعني في الوقت الفلاني يتسوى وأسبابها. السبب ضربة كرهبة، ضربة موبيلات، ضربة تراب، طاح في البيت، طاح عليها الدار، تم أسباب لازم أسبابها، نتائجها ما يترتب على ذلك، الكيفية كيف سيرفق ذلك الأمر، وذلك كل يوم. فهذه الكتابة اليومية. قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الرحمن يقول سبحانه: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كل يوم ثم شأن، ثم تقدير، ثم أمر، ثم كتابة يجب أن تنفذ في ذلك اليوم. والمراد بذلك هو إجراء أحكام الله وقضائه من الإماتة أي الموت، والإحياء اللي باش يتولدوا، والمنع اللي باش يتمنعوا من حاجة، والإعطاء اللي باش يعطيهم بحاجة، والعقاب والجزاء في ذلك اليوم. قل ما سيقع في ذلك اليوم. قال الكلبي رحمه الله تعالى شأنه تعالى أي شأن المولى، شأنه تعالى كل يوم هو سوق المقادير إلى مواقيتها وتفصيلاتها. يلزم في كل نهار هاك الأقدار تتنفذ، إذن كما كتبها المولى منذ الأزل، وكما كتبها وأنت في صلب أبيك آدم لما خلق آدم، وكما كتبها الكتابة العمرية وأنت نطفة في رحم أمك، وكما كتبها الكتابة السنوية ليلة القدر، ويكتبها في هذا اليوم كتابة يومية لتنفذ في هذا اليوم. قال علماء التفسير: التقدير اليومي، الكتابة اليومية ولا التقدير اليومي اللي يقع كل يوم، التقدير اليومي هو تفصيل من التقدير الحولي. لكن الكتابة السنوية الأوامر السنوية التي تنزل من المولى في ليلة القدر في صحائف للملائكة الأربعة المقربين، ثم الملائكة يفصلوها ويصرفوها وينجزوها ويقدروها كل يوم، كل نهار بنهاره، كل ساعة بساعتها، كل دقيقة بدقيقتها، كل ثانية بثانيتها، في مكانها، بالكيفية، نتيجتها، كما أمر المولى وكما كتب سبحانه وتعالى. إذن التقدير اليومي هو تفصيل من التقدير الحولي للعام، والتقدير الحولي هو تفصيل من التقدير العموري عند تخليق النطفة، والتقدير العموري هو تفصيل من التقدير الأول يوم الميثاق لما خلق آدم، وتقدير يوم الميثاق هو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم بأمر الله تعالى في اللوح المحفوظ. سبحان الله، انظروا إلى مراحل الكتابة الخمسة: كتابة في اللوح المحفوظ، كتابة يوم خلق آدم، كتابة عمورية لما أنت نطفة، كتابة سنوية، كتابة يومية، وكل واحدة هي تفصيل للقلم اليومي، تفصيل الكتابة السنوية، والكتابة السنوية تفصيل الكتابة العمرية، والكتابة العمرية تفصيل الكتابة التي يوم خلق آدم، والكتابة كتابة الميثاق يوم خلق آدم تفصيل للكتابة الأزلية التي كتبها المولى في اللوح المحفوظ. إذن وهل المرتبتان هاتان المرتبتان العلم السابق الكامل لله والكتابة المسبقة لله اتفق عليهما سائر الأنبياء والمرسلين الكرام عليهم الصلاة والسلام، وسائر الصحابة الكرام والسلف الصالح من هذه الأمة المجيدة. فلا بد أخوة الإيمان أن نوثق إيماننا في قدرة الله تعالى وعلمه المسبق الدقيق، ولنعلم
ولنعلم جميعا أن الله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. فكتب ذلك في هذه المراحل المختلفة الخمسة من مراحل الكتابة، الكتابة الأزلية في اللوح المحفوظ، والكتابة يوم الميثاق يوم خلق آدم، والكتابة العمورية، والكتابة السنوية، والكتابة اليومية. كتبها كتابة علم مسبق لا كتابة جبر. كتب وسجل كل هذا من منطلق علمه المطلق الكامل المسبق بما كان ويقول وسيكون. فكتب ذلك يا بد أن نؤمن بهذا. فهذا من أهم مبادئ وأركان الإيمان بالقضاء والقدر. إذن أخوة الإيمان، نرينا على حد الآن أنه لدينا درس وقلنا أن الإيمان بالقضاء والقدر يستوجب أربع أركان للإيمان بالقضاء والقدر، اللي هي العلم الكامل لله، الكتابة المسبقة، الإيمان بمشيئة الله، والإيمان بأن الله تعالى هو الخالق الواحد الواجد من عدم. نقول ما توا ركنين